بعكس أسعار العملات والمحروقات، تتخذ أسعار البطاطا السورية منحنى آخر إلى الأسفل، فسعر الكيلو يتراوح بين 100 و200 ليرة سورية، سعر لا يوفر للمزارع حتى التكلفة، وهي مشكلة عانى منها عبد الكريم على مدى 7 سنوات، حيث قلص مساحته المزروعة إلى عشر ما كانت عليه قبل عدة أعوام. بس حلا والله ما ظل أدرى لله، ما ظل مصاري، يعني راحت مصاري كلها بهالبطاطا والشغل، مو كله كسر لورا لورا. هلا زرع 12 دلم بطلع فيها هيك، والحمد لله رب العالمين ما في غيرها. الحمد لله نجحت وصارت كويسة البطاطا، بس الله يغير هالحال، يفتح الدروب هاي ويصير تصريف إلها لبرا، لأنه المنبع 150 فوق والله ما بتوفي، والله ما بتوفي. زرنا سوق الهال في مدينة الباب، أحد أهم أسواق الخضار في ريف حلب الشرقي. تبدو الحركة التجارية شبه معدومة، مع إغلاق كثير من التجار لمحلهم بسبب ضعف في تصريف المنتجات وتصديرها نتيجة إغلاق المعابر مع قسد بعد معركة نبع السلام وارتفاع الرسوم التي تفرضها قوات النظام في معبر أبو الزندين، وعدم القدرة على تصدير البطاطا إلى دول أخرى. على موجب الصرف السلع كلياتها ما بقى توفي، يعني ما بقى توفي. هذا واحد. اثنين، طرقات ما في. بالنسبة للمعابر الثاني يعني في مصاريف وتكاليف كثيرة، ووقت اللي نحن عم تصير عنا مجال بالنسبة للبضايع الموجودة عنا، مثلا منقول نحن صنف البطاطا، نحن البطاطا وقت اللي عم تجي لهوني مباشرة نحن البطاطا التركية عم تدخل لعنا، عم تأذينا كثير وبتأذي مزارعنا وبتأذي يعني بتأذي اقتصادنا. العاملون في زراعة وتجارة الخضروات المحلية هم المتضرر الأول من مشاكل استيراد وتصدير الخضروات، لكن من المسؤول عن تنظيم خطط التجارة الدولية والمحلية في المناطق المحررة؟ حاولنا إجراء مقابلة مع إدارة المعابر الحدودية التابعة للحكومة المؤقتة لمعرفة مسؤوليتهم ومهامهم في تنظيم الاستيراد والتصدير بما يفيد المناطق المحررة، لكن ظروف أعمالهم حالت دون ذلك. اتجهنا إلى غرفة التجارة والصناعة في مدينة الباب التي أكدت أنها حاولت جاهدة منع استيراد الخضار التي تنتج محليا خصوصا في مواسم جني المحاصيل. ونحن في غرفة التجارة كنا نطالب بتفعيل خط الترانزيت عبر تركيا إلى بعض الدول المجاورة وفتح المعابر أمام هذه البضائع وتصريفها. وكنا نطالب في غرفة التجارة في حال وجود بعض المواد من المحلية، كنا نطالب بعدم استيراد البضائع المماثلة لها لعدم المنافسة في هذه الأسواق، أي تؤثر على الدورة الزراعية وإنتاج الزراعي وحتى على الحركة التجارية والاقتصادية. إنتاج المناطق المحررة من البطاطا يعادل 4 أضعاف استهلاكها بحسب مديرية الزراعة في مدينة الباب، إضافة لتكلفة الإنتاج العالية بسبب ارتفاع أسعار المحروقات واضطرار المزارعين لشراء الأدوية والبذار بالعملة الأجنبية وتصريفهم لبضاعتهم بالليرة السورية. كل هذا يضاف إليه دخول بطاطا مستوردة بأسعار وجودة أقل من البطاطا السورية. مالك أبو عبيدة، قناة حلب اليوم، ريف حلب الشرقي.